درس الإنسان الدين في المنهج التاريخي. تعلمون بأنه هذه مصطلح المنهج التاريخي أو الرؤية التاريخية أو المدرسة التاريخية أو أصالة التاريخ منذ قرنين أخذت أبعاد واسعة في العلوم الإنسانية، منذ قرنين مو أكثر، من ألمانيا وفرنسا وإلى الآن لا توجد هناك دراسات معمقة بحسب اللغة العربية، وإذا توجد توجد بالكتب المترجمة من اللغات الأخرى. وأنتم تجدون الآن شيئا فشيئا أيضا دخلت إلى ماذا؟ دخلت إلى الأبحاث العقائدية عندنا وإلى الأبحاث الفقهية عندنا، وخصوصا عندما طرح السيد الإمام سيد الخميني نظرية الزمان والمكان، هذه هي التاريخية، هذا هو المنهج التاريخي، ولكن بعنوان ماذا؟ بعنوان الزمان والمكان، وسيتضح إن شاء الله ما هو المراد. ولهذا احنا وضعناه في المنهج التاريخي، لأنه أنا معتقد بأنه أساس كل هذه الاصطلاحات، لأنه قلتم توجد اصطلاحات متعددة، قد يعبر عنها الرؤية التاريخية، رؤية، قد يعبر عنها المدرسة، مدرسة تاريخية، مكتب بتعبير باللغة الفارسية، قد يعبر عنها بأصالة التاريخ، ولكن أنا أرجح لفظ ماذا؟ المنهج، لأنه أنا معتقد أن العلوم أساسها أين يكمن؟ في المناهج، علم المناهج، وما لم يتقن الإنسان المنهج وعلم المناهج واقعا من الخطأ أن يدخل في أي دائرة معرفية. لماذا أعزائي؟ باعتبار أنه أي دائرة معرفية يتحدد المنهج فيها من خلال الموضوع المبحوث عنه. أنتم عندما الآن تأتون إلى علم المنطق ماذا تقولون؟ تقولون في كل علم ما يبحث عن عوارضه الذاتية، يعني يوجد موضوع وذاك الموضوع يبحث عن محمولاته وعوارضه وما يحمل عليه. سؤال، هذا الموضوع كيف يتحدد منهجه؟ من خلاله هو، إذا كان الموضوع حسيا فالمنهج المتبع فيه ما هو؟ ها؟ تجريبي. إذا كان الموضوع عقلانيا فالمنهج ما هو؟ فلسفي عقلاني. إذا كان الموضوع من العلوم الطبيعية فلا بد المنهج ينسجم مع ذا. إذا كان الموضوع تاريخيا فالمنهج ماذا لابد يكون؟ تاريخي. أعزائي، ما إلى معنى أنه أنت تقول لي قالت الآية الكذائية، لا، لابد أن نبحث. وإذا عرض القرآن لبحث تاريخي لابد أن تستعمل المناهج التاريخية لفهم تلك المقولة التاريخية. إذا عرض لمسألة فقهية لابد أن تتعرف عليه من خلال المنهج النقلي. أعزائي، وهذه هي الفوضى الموجودة عندنا في علم الأصول وفي علم التفسير. في علم الأصول المباحث التي نبحثها بعضها لغوية، بعضها عرفية عقلائية، بعضها عقلية، بعضها تاريخي، وهكذا، ولكنه نجد أن الأصول عندنا يبحثها جميعا بمنهج واحد، وهذا خطأ منهجي قاتل. وما أريد العزة طلبة يفهمون ما أقول، أنت عندما تذهب إلى المحقق الأصفهاني مولان الكمباني في الأصول أو في شرحي على المكاسب تجد كل القواعد الفلسفية حاضرة، ولكن مادتها فقهية ماذا؟ أصولية، ولكن القواعد المستعملة ما هي؟ شنو هي؟ قواعد عقلية. هل يمكن للشرط أن يتقدم على المشروط أو لا يمكن؟ عفوا، هل يمكن للمشروط أن يتقدم على شرطه أو لا يمكن؟ أنتم تقولون المشروط عدم عند عدم شرطه، فهل يمكن أن يوجد المشروط وشرطه بعد لم يوجد؟ يمكن أو لا يمكن؟ ها؟ وهذه قاعدة فلسفية صحيحة، ولكنه في القضايا الفقهية والاعتبارية أيضا تنطبق القاعدة أو لا؟
أنا يعجبني تذهبون مولانا تجد كل مجلد 500 صفحة في عقد الفضولي، وهو أنه العقد متقدم ولكن لا يوجد فيه شرط الإجازة، فكان الشرط شنو؟ متأخرا. فهل يؤثر المتأخر في المتقدم أو لا يؤثر؟ مولانا هنا أنا 55 نظرية مولانا فلسفية لتصحيحها، مع أنه قضية مائية اعتبارية لا علاقة. الكل متكون من أجزاء، الماء مكون من الأكسجين والهيدروجين مولانا، إذا حذف أحد الجزئين يبقى ماء أو لا يبقى؟ طبيعيا لا يبقى. سؤال، الصلاة ما هي مكوناتها؟ شنو؟ قراءة وتكبير وركوع وسجود وأذكار إلى آخره مولانا. هنا علماء مولانا واقعا، أنا أتذكر أحد أعلامنا اللي كنت أحضر 4 أشهر بقينا في قاعدة بأنه لا تعاد الصلاة إلا من 5، فإذا القراءة ما موجودة، الذكر ما موجود، فلان، فهذه الصلاة لو مو صلاة، لأن هذا كل كان مركب من 10 أجزاء، الآن 5 منها شنو؟ نسيتها، غفلت عنها، فالباقي الأركان باقي، هاي الصلاة وليست بصلاة. إذا قلنا ليست بصلاة لعد كيف تصح الصلاة؟ لا تعاد الصلاة إلا من 5، لابد أن يعيد. وإذا هي الصلاة كيف يكون مركب من 10 أجزاء، 5 منها محذوفة مولانا؟ هذا كيف ينسجم أن الكل محذوف، أن بعض الأجزاء محذوفة والكل باقي؟ هاي قاعدة فلسفية طبقوها وين؟ في كتاب الصلاة مولانا، 4 أشهر في القاعدة. أبحاث مولانا الأوامر والنواهي والصحيح والعام كذا، هذه كلها أبحاث مرتبطة بفقه اللغة، ولكن صارت أبحاث عقلية في الحوزة، ما احنا كلها مرتبطة بفقه اللغة على أي الأحوال. إذن عزيزي أنا أرجح أعبر ماذا عنه؟ شنو؟ المنهج، لأنه أساس. وهكذا في التفسير، أنت تدخل إلى إلى المفسر يقولون هذا يطغى عليه الجانب الفلسفي، هذا يطغى عليه الجانب الروائي، هذا كله خطأ. لماذا؟ لأن موضوعات الآيات القرآنية واحدة لو متعددة، متعددة، إذن المنهج المتبع فيها لابد يكون واحد لو 10 مناهج، وهذا من الأخطاء الشائعة في ماذا؟ في تفاسيرنا المتعارفة، مع أنه إذا آية عقلانية فتحتاج إلى منهج عقلاني، إذا آية تربوية فتحتاج إلى منهج تربوي، إذا آية مرتبطة بالنفس فتحتاج إلى منهج علوم النفس، إذا آية مرتبطة بالتاريخ فتحتاج إلى المناهج التاريخية، إذا إلى آخره. فلا بد أن يكون، التفتوا جيدا، فلا بد أن يكون المفسر عالما شموليا، مو عالم شنو؟ تخصصية. ومن أهم آفات العلوم الحديثة التخصص مولانا. سيدنا الآن هواية، لا مولانا، كونوا على ثقة، حتى في العلوم الطبيعية الآن دي يصلون إلى نتائج لا يمكن فقط التخصص في فرع من فروع المعرفة. الآن كتاب أخير وقع بيدي مولانا، عالم متعدد الأبعاد، هناك يريد أن يثبت أنه في العلوم الإنسانية، العلوم الإنسانية واحدة هي. نعم أنت في الحوزة أو في الجامعات شنو تقول؟ هذا هذا هذا، ولكن في واقعها هي شنو؟ واحد. فلا بد أن تكون عندك تخصصات أو عندك خبرات تستطيع أن تفهم القضية من جوانبها المتعددة، وهذا في الدين أيضا كذلك. في الدين أنت عندك أبحاث شنو؟ عقائدية، أبحاث أخلاقية، أبحاث فقهية، أبحاث تاريخية، هذين مترابطة وحدة واحدة، هذا كله، هذه أجزاء كل واحد. إذا أنت ما متخصص أو ما عندك خبرة في هذه الأبعاد المعرفية لا يمكنك أن تفهم، وهذا هو أحد أسباب تخلف الحوزات العلمية عندنا، لأنه تصوروا أن الدين يساوي ماذا؟ الفقه مولانا، ولهذا طرحوا المسألة فقهيا من غير أن يأخذوا أبعاد الاجتماعية، أبعاد التربوية، أبعاد الثقافية، أبعاد النفسية. ولهذا عندما جاءوا إلى الواقع طبقت أو لا تطبق؟ لماذا؟ وين الإشكالية؟ الإشكالية لأنه أنت أخذتها منعزلة عن أبعادها الأخرى. المهم أرجع إلى العنوان،